علمني كده المفروض اظبطها ازاي. على فكره انا برسم شويه بس مش حلو قوي. أنا يعني أنا يعني بنبدا من الالف للياء. ماشي. ده يعني مثلا الانسان وشه اللي فيه دقن زي غير الوش المدور. اه فحم نباتي بيبقى مثلا ايه، بتبدا اللوحه بنعملها بايه، بفحم النباتي. ده فحم نباتي. اه بيخلي اللوحه مثلا بتنطق من اول ايه، من اول حرف. ده مش الفحم اللي بيخلي تنطق، ده الفنان اللي ايده تتلفف حرير اللي بيخليها تنطق. بس الفكره ان الفحم يعني بيسهل ماده اه سلسه، وبعدين بيتمسح بسهوله، وبايه ما يعني بيطلع في النهايه الايه، الحاجه اللي الواحد عايزها. بس بيقولوا اللي يمسح كتير ده اللوحه تبوظ منه. الفنان التلقائي اللي سريع كده مش كله زي بعض. مش كله زي بعض. ومش نفس الخامه، مش نفس الورق، في حاجات كتيره جدا. حضرتك بتشتغل بخامات كتير؟ كل حاجه، بالرمل، بالجبر، يعني فيها عندي شغل كله من الطبيعه برضه. يعني ممكن الالوان انا بعملها ساعات من الطبيعه، وبحاول اشغلها في حاجات ثانيه. انا هعمل كده وانت اقول لي وحش وحلو. اه يعني انا احاول اعمل على يعني انت مثلا ايه، لو انا عايزه مش مثلا إيه خفيف لازم اخف. اه منتقل امتى؟ لما ايه، لما اتاكد. لما اتاكد بس كده برضو يعني، حتى لو تقلتي هو بتطلع ممكن تغيريها 10 مرات. 10 مرات اقدر امسح، اقدر اعمل او تزودي، ما تمسحيش خالص، انت مش عايزه تمسح. لكن انت رايك ما تعرفش شخصيه الانسان من مسكته؟ يعني مثلا وانا بعمل كده ما تعرفش مثلا شخصيتي؟ لا بتبقى ايه؟ لا بتبقى مش شخصيه قويه ضعيفه مهزوزه. لا بتبقى عباره عن خطوط ليها رؤيه. الرؤيه بتاعتها ان في واحد بيرسم الخط بيقول عليه عدل، في واحد بيرسم الخط بيقول عليه معوج، وفي واحد النسبه عنده النسبه والتناسب بتاعته مظبوطه. طيب وفي واحد مظبوط؟ في واحد مظبوطه، بحيث ان ايه؟ لما بعمل نسبة وتناسب حتى لو في شجرة بالنسبة لمساحة الورقة، في ناس عندها رؤية حتى في الأطفال عندها سنس. موهبة. موهبة. حد بس من عيالك موهوب زيك يا عمرو؟ البنت. انت عندك ولادك اسمهم ايه؟ احمد ولميس. احمد ولميس. اه لميس اللي موهوبة. اللي موهوبة هي. وبتحب ترسم؟ بتساعدني في شغل كتير، وخصوصا حاجة المدارس. متعلمين ولا فين؟ اه احمد خريج كهرباء يعني الكتريك، ولميس فلسفة وعلم نفس. انت بتحب الاطفال؟ انا سمعت ان انت بتدي دروس رسم للاطفال. اه ان عندي موهبة ان انا اخليه يحب الحاجة اللي هو بيعملها، او يتعلق بالحاجه اللي هو يعملها او يقدر لو لقيت حد عنده موهبه مثلا تعمل ايه؟ انا بحاول اطلعها له، بخليه يعني يستغلها او يستفاد منها او تطلع يعني تطلع ايه. بعلمه القلم يتمسك ازاي؟ بعلمه الادوات الاول، وبعدين بسيبه بقى وبديله كل الخامات اللي يقدر، وبعدين باستمرار بحاول اخليه يستخدم الطبيعه في ايه، في شغله يعني ورق شجر. انت مستعمل الطبيعه هنا في حاجات كتيره، كل في لوحات، كل حياتي، في حياتك بستعمل الطبيعه، بحاول الاقي الحاجه الكتيره قوي اللي ملهاش لازمه عند الناس واعمل منها لازمه. بتلم الحاجات دي؟ بجيب الغط عندي من غير ما لمها. اه حد بيجيبها لك؟ انت موصي الناس؟ انا بزعل قوي على الازازه اللي بتتشرب، الازاز الحلو القديم. لا انا بتكلم على ايه، تشوفي مجرد ازازه الواحد بيشربها وبيرميها. صحيح. عايز صغير تاني بياخدها بيكسرها بيضربها. صحيح. فبتبهدل الدنيا. انا اخدها ممكن اعمل فيها علم مصر بالرمل. هي ملهاش. انت عارف دي موضه قوي في كل حاجه اللي انت بتعمله بالفتره. ده موضه النهارده اسمه ريكليمنج، يعني اخد مثلا بدله قديمه احولها للوحه، اخد طبق احوله لمعرفش ايه. بالظبط. دي موضه قوي في الفنون. انا شغال عليها بقى لي 30 سنه 25 30 سنه. اليافطه بتاعت حضرتك برضو مجموعه كده من الاشياء. اليافطه ما هي كان اسمها شيء من لا شيء، ان جت بنت كانت عايزه تعمل لوحه للكليه، يعني الكليه طلبوها منها، قالوا لها عايزين شيء من لا شيء. هي مش فاهمه يعني ايه شيء من مش فاهمه معنى اللوحه هتعملها ازاي. صحيح. فوالدها جابها لي قال لي ممكن تساعدها، فبتقول لي عايزه لوحه متر 70 شيء من لا شيء. فانا قعدت اركز في كلمه شيء من لا شيء، لقيتها حاجه ملهاش لازمه خالص، ازاي اعمل منها عمل حاجة فني او حاجه لازمه. ففعلا لميت الايه؟ تركيب الزباله اللي موجوده حواليا كلها. ده اللي بيسموه يعمل من الفسيخ شربات. هي دي. وفعلا رحت عامل منها لوحه
الناس كلها شايفاها جميله يا عمران، وكلها بتعتبر زباله. عمران انت بتساعد التلامذه في المشاريع بتاعتها؟ كتير كتير، يعني ده جزء من وظيفتك ان انت تساعد في المشاريع. ان انا عندي صبر وما بملش من حاجه بسرعه يعني، وما الحاجه حتى لو باظت انا وتعملها من الالف للياء، يعني بتغش كده ويسلموها على انها بتاعتهم وانت اللي تكون عاملها؟ لا، انا بخليه يشتغل معايا، يخليه يشتغل تحت ايدك. ويعمل كذا، واذا غلط انا بوجهه. ده كانه درس خصوص. ما يعتبر درس، بس ايه الفكره؟ ان مثلا انا اديت درس حصه، بعلمه حاجه وبياخدها معاه وهو ماشي. حتى في الاطفال. احنا قاعدين في حته زحمه قوي يا عم رأوت. يعني هي جميله السيده طبعا واجواءها خرافيه. بس الدنيا زحمه قوي ودوشه قوي. بتعرف تفن ازاي الفن ده؟ عايز هدوء. ما هو ده الهروب. الهروب من الدوشه، الهروب من الزحمه، الهروب من الناس، الهروب من اي حاجه في الرسم. جوه محل. جوه المحل، ممكن ما اسمعش حد غير ايه، غير صوت يعني الدنيا تبقى بتضرب تقلب بره، لكن انت مركز في اللي حتى لو بيحدفوا ازاي. ماليش فيه، ماليش علاقه. طب ما دي نعمه من عند ربنا. طبعا طبعا. وبتديني صبر بقى، وبتديني وبعدين يعني ممكن ابقى بضحك مع نفسي ان انا شفت حاجه تولع مزيكا معينه. تسمع ايه؟ هي كل القديم، ام كلثوم، فيروز، نجاه، كينج، يعني حاجات كتير. الكينج ده اللي هو منير يعني؟ طبعا طبعا. انت جميل يا عمرو. الله يخليك.